حياكم الله أحبتي المشاهدين. القطاع الخاص في العراق يعاني من إهمال شديد، ويعاني عدم توفر بيئة الضمان الاجتماعي ولا التقاعد. بعض العمال يضطرون للعمل بهذا القطاع وإن كانت المهنة خطرة وإن كانت هذه المهنة تأثر على حياته وحياة عائلته، لكن يضطر إلى العمل بهذه المهنة الخطرة من أجل كسب المعيشة إلى ولعائلته. في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا سنناقش هذا الموضوع، وليش لا ما يتم إشراك القطاع الخاص مع العام من أجل النهوض بالقطاعين، من أجل توفير فرص العمل للشباب؟ ليش لا ما يتم دعم القطاع الخاص وتوفير الضمانات الاجتماعية من أجل أنه يخف الضغط على القطاع الحكومي من ناحية الوظائف وغيرها؟ تفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها بحلقتنا لليوم، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير الراجعي. على تعقب الحكومات التي أبدت فشلها في احتواء العامل الكادح وتوفير فرص العمل للمواطنين، اتجه من يطلب لقمة العيش نحو القطاع الخاص لتوفير احتياجاته من خلال دخله المحدود في العمل في هذا القطاع، مع ما فيه من تبعات وصعوبات تلحق بضررها على الحياة العامة للعامل ضمن هذا القطاع، بالمقابل احتياج المواطن للانضمام في إطار العمل رغم تعدد الأسباب التي تجبره على العمل بهذا القطاع مع سلبياته العديدة، بالرغم من اعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوقت الحالي. وكذلك يطلع القطاع الخاص بمسؤولية بناء الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية والقضاء على البطالة. وضمن التأثيرات التي وقفت عائقاً أمام تطور القطاع الخاص، توقفت مصانع وشركات أهلية بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وأصبح الاعتماد على الاستيراد الخارجي بشكل أساسي، فضلاً عن ضعف الاستثمار والإنتاج في البلاد، ما أسهم في الاعتماد الكلي على العمل الحكومي، بحيث بات المواطن يفضل القطاع العام الذي يضمن حقوقه في مرحلة ما بعد التقاعد، فضلاً عن الراتب الذي يقدمه، على عكس القطاع الخاص. وبحسب مقترحات الخبراء، فإن اليوم بات من الضروري وضع ضمانات للعاملين ضمن القطاع الخاص، خصوصاً مع الزخم على القطاع العام من جهة، وعدم توفر الفرص أيضاً من جانب آخر. لذلك توفير حماية حقوق العاملين للقطاع الخاص يحل الكثير من مشاكل وسلبيات هذا القطاع، وبالتالي ينعكس على الاقتصاد العام للبلد. مشاهدين، طبعا القطاع الخاص في العراق يعاني من تهميش كبير منذ تعاقب الحكومات ومنذ عام 2003، ما شفنا أي حكومة وضعت القطاع الخاص على الطريق الصحيح. مرينا بظروف كثيرة وعديدة ما أخذ هذا القطاع مهامه الحقيقية والأساسية. طبعا كسب القوت اليومي وكسب المعيشة هذا هدف أساس وهدف كل شخص في البلد انه يعيش حتى يأمن حياته ويأمن معيشته واجل انه توفير الحياة الكريمة لعائلته. لكن المشكلة وين؟ المشكلة انه قطاعنا الخاص يعاني من اهمال ويعاني من عدم تكافؤ الفرص بينه وبين القطاع الحكومي. نلاحظ انه كثير من المهن الموجودة بالقطاع الخاص هي محفوفة بالمخاطر. القطاع الخاص هو يحتوي على كثير من المشاكل والسلبيات، لكن بعض العمال يضطرون إلى العمل وإن كانت متوفرة وإن كانت ما متوفرة هذا بحث آخر، لكن الأمور المتوفرة مثلا المصانع، معامل البلاستيك، هذه كلها أمور مثلا معامل الطابوق وغيرها والإسمنت، هذه كلها مصانع محفوفة بالمخاطر، كلها مصانع ممكن العامل ممكن يتضرر، ممكن تؤدي به الحياة يعني العمل إلى الوفاة، ممكن أنه يسبب له يعني جسدية، ممكن تفاصيل كثيرة. لكن هل هذا المعمل أو المصنع راح يضمن حقه؟ هل راح يعوض هذا الشخص؟ هل راح يحقق يعني ضمان اجتماعي إلى والعائلة؟ للأسف لا، ما متوفر هذا الشيء. كثير من العمال يطالبون وينادون ويناشدون بتوفير الضمان الاجتماعي لهم ولعوائلهم، الكثير ما يطالب بأنه يكون هناك إشراك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل أنه يتم النهوض بالقطاع هذا وحتى تتوفر فرص عمل كثيرة وعديدة للشباب. أغلب الشباب عندما وإن توفرت لهم فرصة عمل بقطاع خاص يتردد ويرفض بسبب أنه ما متوفر بأي ضمان. ممكن صاحب العمل بأي لحظة أنه يقول لك يابا أنا خلاص مهمتك وياي، ممكن أنه يجيب شخص غيرك.
هذه أهم نقطة سلبية موجودة بالقطاع الخاص للأسف. ممكن أنه أنت تقدم سنة سنتين أو أكثر، ممكن بلحظة وبدون سابق إنذار يقول لك يابا أنا مستغني عنك وأنا خلص أكو شخص بديلك راح يقوم بالمهام هذه. ما عندنا ثقافة أنه إحنا نبلغ الشخص بوقت أبكر وأنه نبلغه أنه يابا أنت راح تعفى من مهامك، نعطيه فرصة أنه هو يحاول يرتب وضعه، لأن الكثير من عندنا حياته على قده. ممكن أنه هو عنده التزامات كإيجار، سلفة، التزامات معيشة، أقساط وغيرها من التفاصيل والقائمة تطول. عندما نبلغ هذا الشخص بين ليلة وضحاها أنه خلص أنت انتهت مهامك، هنا توقفت الحياة عنده، هنا ممكن السبب له مشاكل. وإحنا نعرف الظرف الاقتصادي في العراق يعني نوعا ما متلكئ ويحتاج الى عنايه ويحتاج الى دراسه ويحتاج الى وضع ضوابط عديده وكثيره من اجل النهوض به. فاحنا محتاجين ان يتم دعم القطاع الخاص بصوره كبيره، محتاجين ان نوفر ضمان لكل عامل يشتغل باي شركه، معمل، مصنع، بالزراعه، بالصناعه، باي مفاصل حياته يشتغل بها يكون إلى سند. لأن إحنا نعرف أنه كثير من القطاع يعني العمل في القطاع الخاص هو ما متوفر به أي ضمانات. فالسؤال هنا، ليش لم يتم إشراك القطاع العام والقطاع الخاص والنهوض بالقطاعين من أجل توفير فرص عمل للشباب ومن أجل أن نضمن حقهم وحق عوائلهم؟ شوفوا جواب إحنا معكم راجعين. عدم إشراك القطاع الخاص والقطاع العام في خلق فرص تكاد تكون حقيقة معدمة لعدم وجود رؤية للحكومة العراقية. عندما نشاهد الكثير من الوزارات العراقية، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، وزارة التخطيط، لا تلبي أي شيء لمطالب العمال أو مطالب السوق العمل العراقي، طالب العمالة العراقية، عدم وجود فرص عمل حقيقية وكل وساعد في دمار سوق العمل في العراق. القطاع الخاص أصبح قطاع معدم وبائس ولا يلبي طموح الدولة الصناعي. يعني كل الدول العظمى عندما تطلق عليها لا يطلق عليها بالدول الزراعية أو الدول النفطية، لكن بالدول الصناعية. الاهتمام بالصناعة واجب وضروري جدا، يجب أن الحكومة العراقية تولي اهتمامها. كل الإهمال الحكومي على الصناعة العراقية ساعد على انتشار البطالة بشكل غير طبيعي، يعني حقيقة يعني بدأت يعني طفيليات تنتشر سوق العمل في العراق. اهتمامها بالعمالة الوافدة وجلب آلاف العمال من الخارج بحيث استحوذوا على سوق العمل في العراق، هذه معضلة كبيرة. احنا نتفق على أن العمل أممي، مثل ما العراقي يعمل في مراكش أو يعمل في عمان، من حق العامل الأجنبي أن يعمل في بغداد، ولكن وفق ضوابط. ما ممكن أن يعني ابن البلد يعني يبحث عن فرصة عمل معدمة وتجد اللبناني والسوري وما شابه ذلك يعملون في العراق ويعني حقوق كاملة. القطاع الخاص من ضمن المشاكل اللي كان يعاني منها هو الضمان الاجتماعي، لأن المواطن لا يثق بالقطاع الخاص بل يثق بالقطاع العام بسبب أنه وجود راتب تقاعدي. الآن بعد إصدار قانون الضمان الاجتماعي راح تكون فرصة للعامل العراقي أن يستحصل على راتب تقاعدي من خلال الضمان الاجتماعي. وحتى هذا الموضوع راح يعني يخضع لضوابط لتساعد العامل، يعني في صالح العامل العراقي. حتى الأعمال غير منتظمة باستطاعة العامل أن يضمن نفسه، وحتى ربة البيت تستطيع أن تضمن نفسها. من كل هذا راح يكون النقابات العمالية ومنها الاتحاد العراقي نقابات العمال الملاذ للعمال العراقيين، والذي سوف يساعد على أن تكون يعني سوق العمل في العراق سوق منافس للبضاعة، سوق منافس لدول الجوار. دول الجوار غزت السوق العمل العراقي من خلال بضاعتهم ومن خلال عمالتهم الوافدة، وهذا مو سببهم، سبب ضعف الحكومي. نأمل بالمستقبل القريب جدا أن يكون تغيير على سوق العمل في العراق وساعد أن يكون سوق منافس وسوق حقيقي. وراح نأكد على إصدار قانون يحمي البضاعة العراقية، لا يسمح بدخول البضاعة المستوردة، رفع التعرفة الجمركية، الحفاظ على المنتج العراقي. هاي من العوامل اللي راح تساعد المواطن العراقي والعمال العراقية أن تكون ثقتها كبيرة بسوق العمل في العراق. وقوانين أخرى سوف تصدر إن شاء الله عن قريب جدا، منها قانون تنظيم النقابة العمال الموظفة في العراق، اللي هذا راح يكون يعني رقابة رقيب على المعامل اللي تنتهك حقوق العامل. وإن شاء الله احنا عاملين على هذا الموضوع بجد وتفاني، وراح نأمل على أن يكون العمل في العراق عمل يعني كبير جدا. إشراك العمال العراقيين في صنع القرار هذا أيضا لابد أن تأخذ الحكومة بنظر الاعتبار،
وبدأت الآن تستضيف يعني من قبل وزارة الصناعة والتخطيط استضافة يعني الممثل العماني في بعض المناقشات. هذا إن شاء الله المستقبل راح يكون تطورات أكثر تساعد على إنعاش سوق العمل في العراق. طبعاً القطاع الخاص يعتبر نوعاً ما الوحيد القادر على امتصاص أكبر قدر من البطالة، في حين أنه الجامعات العراقية تخرج سنوياً آلاف الطلبة وبمعدلات عالية، وهؤلاء الطلبة يحتاجون إلى سوق عمل ناهض، يحتاجون إلى توفير فرص عمل وإن كانت هي غير حكومية وغير يعني تابعة للحكومة وتابعة للقطاع الحكومي. للأسف هذا الطالب يسهر الليالي ويتعب ويجتهد، وعائلته أيضا تتعب نفسيا، وأنه من ناحية المصاريف، من ناحية تأمين الجو الملائم لهذا الطالب، بعض الأمور أنه هذا الطالب يمر بضغوطات عديدة، ممكن يضع مدرسين خصوصين من أجل أنه يحصل على معدل عالي، من أجل يحصل على شهادة تليق به وتليق بعائلته، من أجل أنه يأمن حياته ويأمن مستقبله بهذه الشهادة. للأسف الشهادة بالعراق الآن ما لها أي فائدة، لأن الخريج يأخذ شهادة ويقعد ببيته. لكن لو تم توفير هذه الفرص العمل في القطاع الخاص وتم تفعيله بصورة كبيرة من قبل الحكومة وتم دعم هذا القطاع لحل مشاكل كثيرة وعديدة. احنا الآن نعاني من البطالة بصورة كبيرة، آلاف الخريجين وآلاف الأشخاص اللي يعملون يعني بأعمال حرة هم ما ممتلكين أي ضمانات، ويقول لك أنا شنو حياتي. الخريج من تقول له يابا تعال أسس حياتك، تعال تزوج، تعال كون أسرة، يقول لك أنا ما عندي شيء يضمن، أنا ما عندي فد هدف إنه أنا أقدر أقيس عليه وأنا أقدر إنه أمن حياته وحياة عائلته وزوجتي وغيرها وأولادي والقائمة تطول، ما أقدر أنا أفتح بيت. وهذه الأمور فمحتاجين يكون هناك دعم حقيقي. أغلبهم الخريجين ليش يقول لك أنا أريد وظيفة حكومية؟ ممكن تتوفر له فرصة، ممكن تتوفر له فرصة إنه هو يعمل بالقطاع الخاص، لكن يرفض، يقول لك أنا شهادتي وأنا تعبي وأنا هذه السنين اللي سهرت بيها أنا أريد ضمان إلي، وأنا أفضل الوظيفة الحكومية وإن كان راتبها قليل. إحنا نعرف الوظائف الحكومية في العراق راتبها جدا قليل، لا يتناسب مع إمكانيات الموظف، ونعرف أنه شخص ببداية تعيينه أنه يكون رواتبه جدا ضئيلة بينما يأخذ سنوات خدمة والشهادات اللي تضاف وكثير من التفاصيل إلى أن يصير راتبه نوعا ما نقول زين. لكن الرواتب الآن في العراق هي لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة وتفاصيل كثيرة، فأغلب الشباب يفضلون التعيين لسبب أنه يكون هناك تقاعد فيما بعد ويضمن حقه، أنه يقول لك أنا مهما تمر بي الظروف والحياة أنا باكر عقب عندي تقاعد يأمن حياة عائلتي، يصير ما يصير من هذه التفاصيل، فيفضلون التعيين. وإحنا نعرف يعني صار فترة جدا طويلة أنه ماكو تعيينات، ماكو فرص تعيين بالقطاع الحكومي تتوفر، بعض يعني الأقاويل هناك أنه من يقول لك أنا أعطيني مبلغ من المال ومبلغ جدا كبير من أجل أنا يعني أوفر لك تعيين أو أخليك تتعين، وهذه الأمور والشباب خطية نوعا ما أكو يصدقون وأكو لا، وللأسف هو ماكو تعيين بس يحاولون أنه يتمسكون بهذا الأمل. لكن إحنا لو فعلنا القطاع الخاص، لو وضعنا به تقاعد وضمان اجتماعي، لو حددنا بعض الأمور راح ممكن أنه إحنا نعين الشباب بكثرة، نعينهم ونضمن حياتهم، وممكن يكون هناك تنشيط للاقتصاد العراقي، لأن إحنا نعرف القطاع الخاص إحنا لو تم الاهتمام به راح يشغل المصانع والمعامل والزراعة وراح يمتص عدد كبير من الشباب ويوفر لهم حياة الكريمة. لكن للأسف إحنا محتاجين أنه يتم عدم تهميش القطاع الخاص وتم تفعيله بصورة كبيرة. أحبة المشاهدين، طبعاً برزت في سنوات عديدة في العراق أنه ظهرت الأعمال الأجنبية وانتشارها بصورة كبيرة بجميع القطاعات، وأصبح للأعمال الأجنبية يعني اسم في السوق العراقي وشغلت جميع القطاعات، وكان يعني عددها تزداد يوم بعد يوم. كان في البداية أنه الأعمال الأجنبية فقط من بنغلاديش، لكن
بهذه السنوات وبالتطورات أصبح هناك من جميع البلدان، ممكن من سوريا، من لبنان، من بنغلاديش، من غيرها، باكستان، والقائمة تطول، من أجل أنه يجون العراق تأمين العيشة الكريمة لهم، وأنه بالعراق متوفر عمل وغيرها. لكن رجعنا شوية أنه دققنا بالموضوع أنه العامل العراقي هو أولى بهذا العمل المتوفر الآن للعمالة الأجنبية، وأنه هو إلى استحقاق أكثر من هو بلده، ممكن أنه أنا أوفر له هذه فرص العمل. ونحن نشوف أن العمالة الأجنبية أيضا لها راتب يعني مناسب ويأمن حياة زينة أيضا. فإحنا نشوف أنه هذا الموضوع، ظاهرة العمالة الأجنبية اللي انتشرت وتحديدا في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة ومخيفة وبأعداد كبيرة، وأصبح الجميع يفضلوهم مثل الفنادق، مطاعم، المنازل، مراكز التجميل وغيرها من الأمور، وأيضا حتى في الاستثمارات والشركات يفضلوهم، ونشوف أنهم يستعينون بالعمالة الأجنبية للأسف وتاركين العمالة المحلية، وهذا الموضوع جدا معقد. فإحنا نشوف أنه قانون الاستثمار واللي يخص أنه الرقم طبعا 13 سنة 2006، هذا القانون المعدل ينص أنه ما يصير أنه المستثمرين يستخدمون العمالة الأجنبية يعني إلا 50%، هذا كحد أعلى. لكن إحنا نشوف الآن موجودة العمالة الأجنبية أكثر من 50%، ماكو أي متابعة ويعني مراقبة لهذا الموضوع، ونشوف دخولهم بصورة سلسة ومتوفر، يعني مثل ما ذكرنا الجميع يقدر إن هم يستعين بالعمالة الأجنبية. للأسف إحنا محتاجين إن نحد من هذه الظاهرة، نحد من انتشارها، لأن هي ممكن تأثر آثار اجتماعية واقتصادية، وتأثر على سوق العمل، ممكن تأثر على العامل العراقي، لأن إحنا لو حدينا من هذا الانتشار الكبير ممكن إنه هذه الفرص اللي متوفرة تكون للعامل العراقي وتتوفر للمواطن العراقي. ممكن انه اني احنا نعرف الان موجوده الاستثمارات، موجوده شركات، ممكن انه هم يكون هناك يعني عمل متوفر للعراق وللاشخاص الموجودين في العراق. فاحنا محتاجين انه يتم رعايه هذا الموضوع بصوره دقيقه، يجب ان نوفر جميع الاحتياجات الخاصه بهذا الموضوع، وان يكون هناك متابعه من صاحب الاختصاص، وان نحد من هذا الانتشار. في السؤال هنا، ليش لا ما يتم الحد من هذا الانتشار الكبير؟ لأن احنا نشوف ماكو أي بوادر إنه تدل على إنه احنا لازم نوقف هذه العمالة الأجنبية ونعتمد على العمالة المحلية، ونشوف الجواب احنا لكم ونراجع. بالنسبة لسؤال الإعلام، العمالة الأجنبية يعني أصحاب العمل من يقدمون على العمالة الأجنبية؟ العمالة الأجنبية ما ممكن يعني الموافقة تحصل مباشرة، ما لم يعني تمر بسلسلة إجراءات من خلالها يأخذ بنظر الاعتبار عمل العامل العراقي أو الشاب العراقي. أولا المهنة المطلوب تشغيلها من قبل صاحب العمل أو صاحب الشركة تعرض على قاعدة بيانات الباحثين عن العمل. قاعدة بيانات الباحثين عن العمل راح يرشحون عمالة عراقية لغرض العمل لدى صاحب المشروع. فإذا ما توفرت المهنة عندنا يتم ترشيح العمال، طبعا بعد ما يتصلون بهم وبعد ما طبعا يحضرون ويجرون مقابلة وياهم. فإذا ما توفرت هذه المهنة أو رفضت من قبل الباحثين عن العمل، يتم استكمال إجراءات تشغيل العمالة من خلال مفاتحة الإقامة لغرض إصدار إجازات عمل لهم. وبكل الأحوال هي سلسلة إجراءات، يعني سلسلة إجراءات قانونية، بالإضافة إلى أنه في حال حتى وإن تم تشغيل الأجنبي فإن صاحب المشروع يلزم بتشغيل عمالة عراقية مساوية لعدد العمال الأجانب المطلوب تشغيلهم وهي نسبة 50%، وهي قانونا ولا يمكن ترويج المعاملة ما لم يستكمل هذا الشرط ومن قبل دار ويشملون من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. في حال مخالفة صاحب العمل إجراءات التشغيل أو إجراءات الاستخدام الخاصة بالعمالة الأجنبية فإنه أما ينذر لغرض تصحيح موقفه أو يتم إحالته إلى محاكم العمل المختصة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن طريق أحد ممثلي الدائرة القانونيين وبشهادة مفتش العمل الذي سبق وقام بزيارة المشروع ودون ملاحظاته بخصوصه. إذا جينا وقارنا هذا الموضوع مع دول العالم، أغلب دول العالم متوفر بها أيضا قطاع عام وقطاع خاص. أغلب دول العالم أيضا متوفر القطاع الخاص بنوعين، قطاع منتظم وقطاع غير منتظم.
وهناك قطاع غير منتظم موجود بكل دول العالم، ومتوفر بي أيضا حماية اجتماعية، متوفر بي أمور الأمان والسلامة، يعني تفاصيل كثيرة، ماكو بي ضمان اجتماعي، ماكو فرص متوفرة بصورة كثيرة. لكن بعض الدول حاولت أن تطور وتجعل القطاع الغير منتظم منتظم، وبعضها لا، تركت الوضع على ما هو عليه مثل ما موجود بكثير من الدول. لكن من الدول اللي حاولت تطور هذا القطاع وتنهض به فنلندا. فنلندا هي حاولت أنه هي تنظم القطاع الخاص الغير منتظم، وحاولت أنه تعمل سياساتهم على موضوع الابتكار بقطاع الخاص، وجعلت التعاون بين القطاع العام والخاص من أجل أنه يكون هناك فرص متوفرة لجميع الأشخاص من ناحية العمل، وأيضا ابتكرت ابتكارات جديدة وعديدة، وكانت هي مفيدة للبلد وأيضا للمواطنين. وأيضا من الأمور اللي وفرتها هي الحماية الاجتماعية، جعل صاحب العمل هو اللي يعني ملزم بتوفير أمور الأمان والسلامة وتوفير احتياجات العامل، ويكون هناك تعاون بين العامل وصاحب العمل من أجل أو الأوقات اللي ممكن يداومها العامل، ويكون هناك تعاون مشترك بين الطرفين. أما في دبي فنلاحظ أنه أيضاً هناك ضمان اجتماعي لكل العمال الموجودين في دبي. أبسط مثال أنه المطاعم عندهم أيضاً هناك عمال يشتغلون، لكن هؤلاء العمال يكونون مسجلين لدى جهة معينة أنه هؤلاء العمال يشتغلون بكذا مطعم، وهذا العامل يتقاضى كذا راتب، تكون مسجلة المعلومات جميعها، أنه هذه أمور وسياسات يعني معتمدة وثابتة. في حال أنه صاحب العمل أخل بالعقد، وها للعلم تكون هناك عقود موقعة بين صاحب العمل والعامل وتكون أمور نظامية، في حال أنه صاحب العمل هو أخل بالعقد أو قطع الراتب أو حاول أنه يبطل هذا الشخص، ممكن يحق للعامل أنه هو يقدم شكوى على صاحب المطعم، وإذا كان بعد التدقيق وتكون هناك متابعة من الجهات المعنية أنه إذا ثبت أنه صاحب العمل هو المقصر، راح يكون الحق أكيد ويا العامل، والعكس صحيح. فهنا أكو نظام، إحنا بالعلاقة هنا العمال المسجلين، ماكو يعني إذا أنت تشتغل في شركة أو تشتغل في فندق أو مطعم أنه هناك جهة تابعة تسجل هذه المعلومات، وأنه أنت تقدر تطالب بحقك، وأنه في حال تم استقطاع راتبك أنه تقدر تقدم يعني أمورك وتقول لهم يابا أنا مظلوم، أو تفاصيل كثيرة، أو صار أنه أي مشاكل بينك وبين صاحب العمل ممكن تقدم شكوى. هذه الوضع ما موجود عندنا بالعلاقة للأسف، محتاجين أنه نفعل مثل هكذا نظام حتى من أجل أنه نحد من بعض المشاكل اللي تصير بين العامل وصاحب العمل، وأنه حتى ما يضطر صاحب العمل كأنما هو خلص وقفت الحياة عنده، وأنه هو ما عجبته خلص روح الله وياك ونجيب غيرك. إحنا محتاجين أنه لا يكون أكو نظام، أنا من أقبل شخص للعمل، أنه يكون مثلا أنا محتاج امتيازات ومحتاج أمور ومحتاج نقاط وأساسيات، أنا راح أوظف هذا الشخص على أساسها. ممكن تكون هناك مقابلات، ممكن هناك تكون يعني فد سيستم معين على أساسه أقبل، حتى أني أقدر ما أقطع رزق الشخص في حين أنه صارت أي إشكالات بينه وبين صاحب العمل. فمحتاجين أنه يكون هناك نظام، محتاجين أنه نفعل هذه الظاهرة، محتاجين أن العمال يسجلون عند جهة معينة حتى نقدر العامل يأخذ حقه، وأيضا صاحب العمل يأخذ حقه من العمال، ومثل ما ذكرنا يكون هناك تعاون شديد بين الطرفين. أحبتي المشاهدين، طبعاً قرر البرلمان العراقي قبل فترة قصيرة أنه قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد في خطوة عدتها الحكومة ركيزة أساسية في الإصلاحات الاقتصادية اللي وعدت بها أنه راح تحسن من هذا الجانب، وفعلاً بهذه الخطوة نوعاً ما هناك أنه تم أو تحسين بهذا القطاع وهذا الموضوع، وأنه إصلاحات اقتصادية تكون متوفرة وفعالة. هذا القانون طبعاً يضم امتيازات عديدة، من الأمور اللي يعني يتميز بها أنه هو راح يخفف الضغط على القطاع الحكومي بشكل كبير،
نوعا ما سيوفر الضمان الاجتماعي لكثير من العمال، سيكون هناك يعني نوعا ما نقول تكافؤ الفرص بين الحقوق والواجبات، وايضا يحسن ويدعم القطاع الخاص بشكل مباشر. وايضا من الامور اللي يتميز بها هذا القانون انه العمال اللي يشتغلون بالمصانع والمعامل اللي لهم ربع عمل قائم عليهم، هذا الموضوع يناسبهم جدا. بالاضافه الى انه حتى وان كان الشخص هو يعمل اعمال حره وغير تابع لشركه او جهه معينه او معمل او مصنع، ممكن يقدر انه هو يسجل بداءه الضمان، وهذا الشيء يكون اختياري له بنقاط معينه. لو حاب انه هو يسجل بها راح يتعرف على تفاصيلها اكيد. هذا القانون لو فعل بصوره صحيحه وتم تطبيقه فعلا هو راح يحسن من القطاع الخاص، فعلا راح انه هو يكون فرصه تتوفر للعمال وللشاب العراقي انه هو يبدا يفكر بحياته، يبدا انه يتخلى عن الوظيفه الحكوميه، يبدا انه هو هذه الحجج اللي نوعا ما اللي دائما ما نشوف الشاب العراقي موجود بالمقاهي، موجود بامور يعني نوعا ما تفاصيل عديدة وكثيرة أنه هو يكون بها أو يشتغل أعمال حرة تكون هي نوعا ما ما تليق به ولا تليق بشهادته. ممكن أنه لو تم تطبيق هذا القانون راح يلتفت لهذا القطاع وراح يسجل به وراح يقدر أنه هو يضمن حياته وراح يأسس حياته بصورة صحيحة. وفعلا محتاجين أنه أيضا يتم تنشيط القطاع الخاص وعدم التهافت به، أنه يكون هناك دعم كبير، وهذا محتاج الحكومة اللي هي تقرر وتثبت أنه هي تدعم القطاع بشكل مباشر وتشغل المصانع المعامل. محتاجين أنه يكون هناك استثمار كبير بهذا القطاع حتى نقدر نستوعب أكبر عدد ممكن من الشباب العراقيين، وممكن أنه إحنا نحسن أيضا من الوضع الاقتصادي في العراق. السؤال هنا أنه لو تم تطبيق هذا القانون بصورة صحيحة شو ممكن راح يعمل ويضيف للعراق، وأيضا ما هو المانع من عدم تطبيقه إلى الآن على الرغم أنه البرلمان العراقي هو أقر بهذا القانون وكان هو نقاطه هي مفيدة لكل شاب عراقي. فشو جاب إحنا نقول راجعين حقيقة قانون التقاعد رقم 37 عام 2015 واضح جدا، حدد حقوق وواجبات العاملين، وهذه الحقوق وهذه الواجبات التي حددها جعل منها فائدة كبيرة جدا إلى العاملين. إذا ما طبق القانون بشكل صحيح وسليم، ما هو حاليا في دائرة الحقيقة يعني المعلومة لدينا وما نفهمه بشكل دقيق أنه هذا القانون يطبق بشكل سليم وصحيح. وكذلك أنشئت محكمة اللي هي تسمى محكمة العمل، وهذه المحكمة اللي هي محكمة العمل ذو عنصرين، عنصر مدني اللي هو التعويض والاستحقاقات المرتب والرواتب، والعنصر الجزائي في حالة صاحب العمل ما لم يسدد المبالغ المترتبة بذمته إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإلى العامل ذاته. بحقيقة أنه هذا القانون ساوى بين القطاع العام والقطاع الخاص بشكل ليس 100%، وإنما شمل إلى نسبة إلى 70-80%، بحيث العامل لديه تقاعد يعني ممكن أن يأخذ المبالغ المتراكمة له من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو ممكن أن يوافق على أن تكون هذه الرواتب مقسطة لمدة معددة من الزمن. هذا القانون عندما ألزم أصحاب القطاع الخاص منع كثير من الأمور التي يستحقها العامل، وهي مثلا أنه جعل للعامل أنه حقوق مادية، أجبر أصحاب الشركات عند تجديد رخصة الشركة عند دخول مناقصة يجب أن تكون مرتبات ورواتب العاملين الموجودين، أنشأ لجان كشف تفتيش وتحري على الشركات كافة في حالة عدد العاملين المشغلين، أسماء العاملين المسجلين لدى الشركة، يعني نسبة عدد العاملين المسجلين بالشركة وما قدمه صاحب الشركة إلى الضمان الاجتماعي. الغاية الأساسية في بعض الأحيان كثير من الشركات القطاع الخاص يسجل لديه 20 عامل يسجل 10 عمال فيحرم 10 عمال، فأنشأ قسم يسمونه قسم التفتيش
في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذا القسم هو مسؤول عن تفتيش عن كافة الشركات وبيان أعداد العاملين الموجودة لديهم وبيان أعداد المرتبات هذول العاملين وكل ذي حق ذي استحقاقه الذي يستحقه حسب الكشف المقدم إلى وزارة العمل. أضف إلى ذلك في حالة تسوية أي تسوية ضريبية للشركة في حالة أي تسوية ضريبية للشركة لا يمكن تتم هذه التسوية الضريبية للشركة إلا أن تروح لدائرة اسمها دائرة الاستقطاع المباشر التي تأخذ براءة ذمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى تتأكد أن الشركة صفت كافة مستحقات العاملين الموجودين بذمتهم. فإن هذا القانون وحسب تطبيقات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحقيقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جادة في تطبيقها بشكل صحيح وسليم، وهذا ما نلاحظه من خلال التعاملات مع الشركات وعدم دخول الشركات مناقصات إذا لم تكن مسددة لأجور العاملين ولا تمنح براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب إلا أن تكون مسددة براءة المبالغ المترتبة بذمتهم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بالعاملين. أحبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لليوم يجب أن نركز على بعض النقاط المهمة. أولاً، يجب الإسراع بتفعيل قانون حماية العمال وتأمين الضمان الاجتماعي لهم من أجل أن ننهض بهذا القانون وأيضاً تأمين الحياة الكريمة للعمال. ثانياً، يجب على الحكومة أن تعمل على تنشيط القطاع الخاص وتشرك القطاع الخاص مع العام من أجل النهوض بالقطاعين وتحسين الوضع الاقتصادي وأيضاً يكون هو مناسب للعراق وللشاب العراقي. إذن أحبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. إلى اللقاء.